اتطردت من البيت قبل كده يا جهاد؟ مرة كتير. انا قلت لك ما اتطردتش، بس انا يعني انا اتكلم عادي ولا انت عايز نكذب؟ حوار الطرد ده انا متعود عليه من زمان يعني. حقيقة فعلا اتطردت اكتر من مرة يعني. مش اتطردت، شبه اتطردت يعني. كنت في تصوير، كان الفيلم بتاع شد اجزاء بتاع محمد رمضان، وخلصنا الساعة حوالي 3 او 4 الفجر كده، فكلمت ماما انا جاي في الطريق وفي حد هيوصلني وما اعرفش ايه، قفلت السكه في وشي. كنت لسه صغير بقى، والسهر والتاخير، لو اتاخرت ارجع مكان ما كنت ومش عارف ايه. ففي مره قفشت في دماغي ان انا فعلا ارجع مكان ما كنت. روحت البيت بخبط، محدش بيرد، قعدت اخبط خبط خبط، رن الجرس، راحت ترد عليا من ورا الباب، قالت لي روحي مكان ما جيتي. بالفعل فضلت حوالي ساعه الا ربع كده ورا الباب لحد ما ابويا نيمها وراح فاتح لي بقى، ودخلت متسحبه. صحيت تاني يوم لقيتني على سريري كلت علقه حلوه. كنا في رمضان، امي قالت لي اطلع اعمل ايه، اطلع اعمل الريسيفر فوق السطح، ورحت مسكت قالب توب كبير ورحت رميته من فوق السطح، وقلت هم يفكروني ايه، مت او وقعت من فوق السطح. طلعوا يشوفوا في ايه، لو انا قاعد بضحك قالوا اطلع بره، طردونا من البيت. في ثانوية عامة كان المفروض فيه بقى طموحات وامال كبيرة في البيت، ان انا يعني هبقى دكتور اعلامي كبير حاجة كده. تاني يوم لقيتني جايب 50% في الثانوية العامة، انا حسيت ان هم طردوني بالشياكة يعني. في موقف ما اقدرش انساه، ان هو طردني من العمالات يعني، قال اطلع بره البيت. فضلت قاعد بره لغايه العصريه، الكلام ده كان الصبح بقى، مش رايح المدرسه والجو ده. فضلت يومين بره البيت بسبب الموضوع ده، بسبب ان انا جبت 50% في الثانويه العامه. كان يعني موضوع صعب يعني. استنيت اما الشارع كله فضي لغايه عايز انط بقى من في الشارع اعدي الناحيه الثانيه اطلع عماره واحد صاحبي اقول له هات تيشرت من عندك، وده اللي حصل فعلا. طلعت قلت له هات تيشرت من عندك وبتاع. لا هو انا ما اضطرتش، انا سبت البيت قبل كده. مفيش، كانت خناقه كده مع بابايا وكده بسبب التعليم. ما كنتش عايز اكمل اداره اعمال، كنت عايز ادخل حاجه ثانيه، وهو كان مقتنع ان انا لازم ادخل تجاره اداره اعمال بس. فاتخليت معاه وسبت البيت. كنت انا في اعدادي وكان عيد الحب، وكان بنتي معايا في المدرسه بتحبني جدا، وبعدين جالي ورد وجالي شريط لام كلثوم انا فاكرها انت عمري. بعدين مامتي قالت لي ورد وام كلثوم وانت عمري انت مش هتشوف البيت تاني. هو موقف كنت عادي، كنا بدانا بقى نحس ان احنا كبار ومفروض نتاخر بره البيت، فكنت سهران طبعا بلعب بلاي ستيشن مع اصحابي. فجيت اروح ماما يعني كان لازم اقعد اتحايل شويه عشان تفتح لي الباب، فانا في المره دي قررت ان انا لا هرجع. وفعلا بقى رجعت لاصحابي تاني، فضلت تكلمني اتحايل عليا عشان ارجع، ورجعت الصبح بقى. كان موقف لطيف.